امتلأت المدرجات عن بكرة أبيها، واحتفلت الجماهير على طريقتها، ممهدة درب الفريقين نحو منصة التتويج. حضر قائد الفريقين خارج الميدان، وتصافحت أيادي اللاعبين في كرنفال كروي سعودي فائق الجمال، نهائي كأس ولي العهد. حامل اللقب يستعرض مهاراته في إدارة النهائيات مبكراً، والشمراني لا يدع فرصة لالتقاط الأنفاس، ويفاجئ الجميع بالهدف الأول. الزلزال، جول العاصفة، الزعيم شديد الباس وتحطون قدامه الكاس، هذا مستحيل مستحيل، ترى الذهب عند مقياس، الذهب هذه بطولته، ناصر الشمراني على أول ثلاث دقائق. كرات القائد حسين تشكل خطورة على المرمى الأزرق، والثالثة ثابتة، القائد يقف أمام رأسية محمد حسين، وهدف التعادل يحضر بنيران صديقة. للقادم من البحرين محمد حسين، محمد حسين فارس نجد يمتطي جواده، فارس نجد لا يريد البعد عن المجد، العالمية هي أجمل لغاته، والكاس يبيه يبيه. الهدايا الزرقاء تتواصل، ومهاجم النصر يرفضون التسجيل، وفصل أول ينتهي بروح عالية من الطرفين. شوط ثان ينطلق بثورة صفراء، وضربة جزاء ينبري لها السهلاوي ويسجل هدف التقدم. جول! جول للمتخصص، جول للعالمي، جول للمتخصص محمد السهلاوي، على البطولة ناوي. تياغو نيفيز يهدر فرصة سانحة للتسجيل، وهدف ملغي تقف معه القلوب، ولعبة الأوراق بين المدربين تبدأ بخروج نجم ودخول آخر، وابتسامة الشوط الأول تتلاشى بعد أن حمي وطيس المباراة. هجمة صفراء من هنا ورد أزرق من هناك دون أن تهتز الشباك، والساحر الهلالي نيفيز يتلاعب بدفاعات النصر، ولكن العنزي يكمل عقد التميز الأصفر، وجماهير الشمس تحتفل مع فريقها بملامسة الذهب بعد طول انتظار، كاسرين الاحتكار بنجوم تخطف الأنظار. بدر الفايز. فهد، تكلمت فنيا الان عن المباراه. شوف اليوم المباراه، انا اقول انه فريق بطل وثقافه فوز تتغلب على ثقافه بطولات. اليوم نحكي، ما نحكي على سابق وبطولات وسبع مباريات، سبع بطولات الاخيره الكاس العالم. انا اعتقد ان النصر والهلال نزلوا اليوم متشابهين بالتشكيله وبالاسلوب للدور الاول في الدوري. كل الفريقين اعتمدوا، اعتقد كارينيو ركز كثير على طريقه واسلوب وتشكيله الفريق في الدور الاول، يعني كانها مكرره للمباراه الاولى، وكسب اعتقد الهلال وكسب سامي الجابر في مباراتين متشابهتين نفس الطريقه.
رغم ان الهلال لعب بنفس الطريقه، يمكن تغير بعض الاداء في اعتقد كاستيلو والرودريجو الاجنبي اللي كان الهلال يشيدون فيه 4 مباريات ضد الاهلي وضد الفتح وضد التعاون وضد انه لم يسجل فيه، واتى النصر احنا شفنا كيف كان دفاع الهلال اليوم. لو رجعنا للمباراه، انا اعتقد ان النصر اجاد في انه فعل الدور الدفاعي لكثير من لعيبه النص، عوض خميس شايع اليوم فعل الدور الدفاعي لمساندة الوسط والأطراف. شفنا اليوم يمكن البداية لم تكن مشجعة للفريق النصراوي على الهدف هذا، البداية كان الدور الدفاعي للدفاع، الدور الهجومي وتركيزهم في النواحي الهجومية أكثر من الدور الدفاعي لهم، وتسببوا في هذا الخطأ المبكر اللي أعتقد الفريق لولا ثقافة الفوز ولولا قوته ويعتبر من أقوى الفرق في الرجوع للمباراة في الدوري السعودي اللي هو نادي النصر، كان أعتقد أنه فريق الهلال يسجل فيك في الدقيقة الثانية من المباراة، أعتقد أنها حسمت لما يملك من خطورة. أنا قلت أن النصر أفضل لكن الهلال أخطر، لما أقول أن الهلال أخطر يعني لديه نيفيز، لديه ناصر الشمراني، سالم العابد، أعتقد أنهم أخطر في فرصة وفرصتين. لكن النصر بأفضليته اليوم وتسيده في الملعب خاصة بالشوط الثاني حدثت له كثير من الفرص ولم يستغلها، كان أعتقد يعني كان ضاعف النتيجة وخلى الهلال يفتح الملعب أكثر، لأنه كان يلعب بنيفيز مخمس للوسط مع ناصر في الهجوم. زي ما قلت في البداية، أنا أعتقد أن الأطراف النصراوية كانت جيدة، خبأت أسلحة الهلال القوية في سالم وفي العابد. نيفيز ما في شك أنه له 4 أو 3 مباريات لم يقدم المستوى المطلوب. اليوم النصراويين ما شاء الله تبارك الله كلهم نجوم، زي ما ذكرت أول ناصر، حسين، محمد في الدفاع، عمر عبد الله اللي يعتقد في أوقات حاسمة حافظ على النصر وعلى انتصار النصر في المباراة. في المقابل أنا أعتقد أن السهلاوي كان يعني عنصر مهم في الكرات الخطرة وصنع الهجمات، يمكن هذه ما كان يميز الفريق النصراوي فيه. كارينيو كيف شفت؟ أنا أقول لك كارينيو من المدربين اللي ما شاء الله تبارك الله، زي ما كنا تحت الهواء نقول أنه يمكن لو أنه ودي يعني يمكن يلعب كان يلعب من كثر الحماس والروح وحسن التعامل مع اللعيبة. أنا أعتقد أنه من أفضل المدربين كإعداد، يمكن أنا أقول أنه جاب أسلوب جديد اللي هو التدوير. الآن إحنا حققنا دوري، أتمنى المرحلة حققنا كأس سوري، أتمنى المرحلة القادمة في 6 مباريات أني لا أشوف تدوير، مو يقولون عشان الضغط وما الضغط، أتمنى لا تكون أسلوب تدريبي في موضوع حسن تعامل وأعداد نفسي في عدم الاستقرار في مثلا مع اللعيبة، يعني يلعب هذا ويعطي هذا فرصة على حساب الفريق. لكن ما في شك أنه كل ما يمشي للمستقبل للسنة القادمة لذا أنه يصنع لعيبة ويصنع فريق لسنوات كثيرة. أعتقد أنه جاب فكر جديد تدريبا في الدوري السعودي أنه يعمل لمرحلة أطول. كارينو يقعد في النصر؟ أنا أعتقد أكيد أنه حيقعد، أنا أقول لك لمرحلة أطول، كنا أشوفه زي فتح الجبار. إيه نعم، أنا أشوفه أنه يعطي إلى 3 أو 5 سنوات، نشوف التدريب الأوروبي قد نشوفه في نادي النصر. طيب. أتمنى بس أنه يكون أحرص أكثر من الثقة اللي تعطي في كثير من التدوير. الهلال في نفس الوقت أقول أنه النجومة والأسلحة القوية لم تظهر بالمظهر. طيب. تفضل محمد. كمل. قول الأخيرة اللي تبي. خلصت والله ما أدري وش كنت بقول، بس أنا شفت كل طيب قلت خلص. يلا محمد كيف شفت مباراة اليوم؟ والله شوف يعني بقول لك شيء، يعني مباراة الكوس دائما ما تظهر بالمستوى، لكن اللي صار اليوم عكس. يعني أعتقد إنه البداية من الهلال، يمكن بداية المباراة بالدقيقة الثانية، يمكن هدف ناصر، من ناصر إلى سالم الدوسري وتحرك ناصر السليم ما بين قلوب الدفاع أعتقد وسجل. جت فرصة ثانية برضو لسالم الدوسري الفاول، أعتقد أنه نفز اليوم يمكن ما هو بيومه، ولكن طبعا هو قدم مستوى اليوم صراحة. يمكن نفز تعرف يعني قد واحدة ما تصفق، لكن لما أنا أجي عن نواف العابد يعني في كرة عرضية تقريبا بالدقيقة 28 من ناصر، أعتقد أنه لو تعامل بها ممكن جاء الهدف الثاني. لكن تعرف سالم الدوسري ونواف العابد دائما يعني البطء وعدم اللعب من لمسة واحدة
اعتقد هذا هو اللي خلى يمكن وسط الهلال اليوم انه كان النصر اغلب فترات المباراه انه متسيد بالنص، لانه للاسف يا سيدي احنا لما نشوف نفز استلم كوره في الشوط الثاني من نص الملعب، يمكن لولا الله ثم عبد الله العنزي كل اللي صدها يمكن هذيك جول 100%، لكن نفز ليش مشى من المشي هذا الى ال 18؟ لانه ما في احد جنبه، وهنا هنا هنا المشكله، انت اجبر على اللعب الفني ما عنده، لما تشوفه هو ماشي ما في لا واحد يمين ولا واحد شمال، يعني ما في سالم الدوسري وين ونواف العابد وين؟ ونواف العابد للاسف الشديد يمكن كوره ب 18 انت عارف اي زلقه او اي احتكاك انه اللاعب لاعب النصر متملك من الكوره، يعني ما المفروض انه بمنطقه ميته زي هذه انك تسبب خطا بالشكل هذا. سلطان وقلنا انه توه صغير وتسجيل والهدف يمكن هذا خطا، انا ما الوم سامي الجابر، سامي الجابر لعب بالاسلحه كلها اليوم، كل النجوم اللي عنده لعبوا، ياسر القحطاني الفرج يمكن ما في احد ما لعب اليوم، يعني كلهم ادوا، بس ولكن التكتيك اللي داخل الملعب صاير اعتقد انه مسؤوليه اللاعبين. المدرب شرح وانا حاضر التمرين قبل امس وشايف التكتيك وشايف الاشياء هذه كلها، وفعلا احنا كنا متخوفين من ظروف المباراه، ظروف المباراه وش او حكم هدف يسجل فيك، تسجل هدف بالبدايه كيف تحافظ عليه؟ هذا هو اللي جاء اليوم نفس الطريقه، ان في لعيبه للاسف الشديد ما في المباراه، وهذه مشكله هذه، يعني لما اللاعب البرازيلي تشوفه كيف لعب من ورا، حسين شعان قدم مستوى، الاهداف كلها غلطات، لكن الثلاثه اللي هم اهم شيء نفز وسالم الدوسري ونواف العابد، ما اعتقد انهم اليوم انهم قدروا انه يلعبون من لمسه واحده وتحركات سليمه زي المباراه اللي راحت ان عملت التدوير، لكن هذه ما شفناها اليوم، يمكن نفز يمسك كوره عند عبد الله عنزي، نواف العابد نفس الطريقه، سالم الدوسري ما ادري انا كل ما يمسك كوره تلقاه يتاخر فيها ويبي يفر واحد اثنين، وهذه هذه هذه انت في وسط الملعب اذا ما لعبت من لمسه واحده، لانك انت قاعد تلعب 4-5-1 اللي هو ناصر قدام ونفز يساعده ونفز يساعد ناصر، وهذه صارت الشوط الاول، ولو استغلوا بعد الهدف حق ناصر ممكن يسجل 2-3، لان فريق النصر بعد الهدف اعتقد انه تراجع، صارت فيه لخبطه، صارت فيه الاشياء هذه كلها، لكن ما استفاد وسط الهلال لان كل العوامل اقول لك البطء اللي واحتفاظ بالكوره هذه سبه، سامي الجابر ما يتحمل شيء، قدم فريق كويس لكن في لعيبه ما كانت في مستواهم، ارجو انه الاعلام والجمهور ان خساره بطوله يعني ما تعني ان والله الجهاز الفني ما هو كويس او ان اللاعبين اللي جارهم ما هم كويسين، بالعكس انت خسرت من فريق بطل وكان بطل ينافسك ومنافس، اعتقد احنا شفنا النصر قدم مستوى خلال العامين هذه يعني يستاهل انه يحقق بطوله، واللي خذ البطوله منك فريق يستاهل انه يحقق بطوله. انا بس عندي نص دقيقه بس. اوكي انا الحقيقه يعني ارسل رساله لاخوي سامي جابر، انا اقول على الهلاليين انهم يجددون على سامي، يصبرون على سامي كثير، احنا شفنا في اخطاء بسيطه في بدايه الدوري كان يلعب محورين، تغير استفاد صار عنده يعني المام كثير بالفريق اكثر، انا اتمنى انهم يصبرون على سامي الجابر مهما حتى لو ما حققوا شيء هذا الموسم، اتمنى يصبرون على اداره الهلال، يصبرون على سامي الجابر، اعتقد انه مكسب كبير ان شاء الله اذا كنا صادقين معه في الانتقاد، مثل اذا كان اجاد نقول له اجاد، اذا اخفق نقول اخفق، فريق الهلال الهلالي فريق كبير، وأعتقد دليل أنه يعتبر من أفضل فريقين في الموسم هذا اللي هو الهلال النصر والهلال. فهد شكرا جزيلا لك. الله يحييك. محمد شكرا جزيلا لك. والله بالمناسبة هذه أنه دائما حنا أخواننا النصراويين أنهم دائما يباركوا لنا، يعني محمد الخزيم وعبد الرحمن صديق عبد الله وطارق نفيعي أنت عارفه طبعا يعني النصراويين هذول النصراويين بارك له، فيصل البراك، فهد الدعجاني، أعتقد هذولهم دائما اذا خذينا كاس احنا نشوف المباركه، وفرصه هذه بالبرنامج ان يمكن انا ما ارد على الرسائل لانه فيه رسائل تغثك شوي يعني، لكن الافضل انك تقولها على الهواء. محمد خزين، فيصل البراك، طارق نفيعي، فهد الدعجاني، هذول يستاهلون ان نبارك لهم وجميع النصراويين عامه.